مساء الخير عليك حبايبي، عاملين ايه؟ حالة الجد عاملة ايه الشهر ده؟ الجدي حزين. لا بصوا، يعني القوس عنده قفلة، دي حاجة، واللي بيمر بيه الجدي ده حاجة تانية خالص. لا لا لا، ده في هنا في بيج لوس، في خسارة كبيرة، في حاجة الجدي فعلا، يعني الكارت ده ديبرست، هيز ديبرست، زعلان جدا وندمان، في حالة ندم. أنا خسرت حاجة كبيرة جدا، يكون معرفش خسر ايه، بعيد الشر، خسر شخص، خسر حاجة، خسر نفسه، في حاجة خسرها، خسر كرامته، خسر حاجة. المهم هو حزين جدا، زعلان جدا، ومنسحب تماما، يعني هو مش شايف حاجة عدلة. في حاجة بيقول لك الكارت ده برج، يا برج الجدي، لا انت ما خسرتش كل حاجة، يعني فلنفرض انه مثلا انت خسرت شريكك مثلا، مزعلك في حاجة وحاسس ان انت خسرته، لا انت اديت كتير قوي. الحمد لله. سوري يا جماعة، يعني ما تزعلش انك انت اديت، انت عملت اللي عليك، انت اتعاملت بشكل كويس وبطريقة لائقة وكل حاجة، عملت اللي عليك، فما فيش داعي للبكاء على اللبن المسكوب. انا بسمي الكارت ده crying over spilled milk، ان انت بتعيط على اللبن اللي اتدلق، اللي اتدلق اتدلق خلاص في 60 دقيقة، يرحمنا ويرحمه. فخلاص اللي حصل حصل، ما تزعلش نفسك، ابتدي دور على النور اللي جواك، الدنيا عندك مظلمة خالص، في نور لسه جواك، دور عليه وكبره، كبره، أياً كانت الخسارة، أياً كانت الخسارة اللي حصلت لك، لا مش آخر الدنيا، مش حاجة اسمها آخر الدنيا، تمام؟ وما تعاندش، ما تعاندش، لا خلاص لو حاجة خسرتها 60 دقيقة، ما تعملش في نفسك كده. الجدي نفسه في إيه؟ ده هايرفنت. ده هايرفنت هنا، عارفين لما تبقى الدنيا باظت وانا عايزه ابوظها اكتر؟ لا بص بقى، انا ايه، هبوظ الدنيا خالص. ده معناه ان الانسان بيمر بتجربه مخيفه جدا وصعبه جدا وقاسيه جدا، يعني بيهد المعبد على دماغه. مش ده حصل، مش ده باظ، طب انا هبوظ الدنيا خالص بقى. ليه يا حبايبي؟ ليه؟ على الهادي خالص، ايه اللي حصل؟ الموضوع مش مستاهل انك تهد المعبد على دماغك بالشكل ده. طيب، ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الجدي؟ طلع اللي جواك. لا، طلع اللي جواك. لو انت محتاج تشهد حد على حد، والموضوع فعلا انا شايفه ان هو ممكن يكون يستدعي، لو دي علاقه عاطفيه، لا ممكن نبتدي نلجا بقى للناس الكبار، نحكم الناس الكبار، حصل كذا كذا كذا، مين الغلطان؟ نحكم حد. وشايفه انه لو في حد مزعلك من صحابك، من قرايبك، ايا كان هما مين، لا بص بقى عصايتك وروح بقى ايه، طلع اللي عندك كله، ما تكتمش جوه نفسك. تكبتش جوه نفسك وتقعد تعمل في نفسك كده. لا، قول اللي عندك، لو هتتخانق اتخانق، مش مشكله، اتخانق وزعق واعمل اللي انت عايزه، بس انت ما يحصلكش كده، تمام؟ خدت بالي فعلا. لو هي خساره شخص، كل يعني ما فيش حد عزيز على ربنا، كلنا في الاخر رايحين، نقول الحمد لله في مكان احسن، ونصبر نفسنا بالكلام ده، ندور على النور اللي جوانا لحد ما نعدي الازمه دي. لو هي في حد بعد عنك، ما ب 60 ده هعمل له ايه يعني؟ ما تعملش في نفسك كده. لو ليك نصيب فيه او ليك خير فيه هيجي تاني، مش هروح في حته، ما تعملش في نفسك كده. لو في فرصه راحت منك، عملت اللي عليك، انت عملت اللي عليك، اجتهدت، خلاص ما تزعلش، تمام؟ في كلتا الحالات لازم تخرج من الحاله دي في اسرع وقت ممكن. فاحنا بنتكلم، انا الرساله اللي جايه من الكارت ده انه حد بيطلع الطاقه اللي جواه، طلع الطاقه السلبيه اللي جواك ايا كان شكلها عامل ازاي.
لو هتطلعها مثلا يعني في اهلك في قرايبك، انك تتخانق لاسباب من غير سبب كده، طلع الغضب اللي جواك، اوكي؟ طلعه، هترتاح. طيب ايه التشالنجز اللي جواك؟ ايه الحاجه اللي انت مش عارف تحققها، او العقبات اللي قدامك؟ your peace، your peace، your inner peace. مش عارف توصل لسلام داخلي، السلام، مش عارف توصل لحته السكينه والسلام. الكارت ده ليه نصايح، هو مش جاي كده وخلاص. بيقول لك افصل شويه عن السوشيال ميديا، او خلينا نقول لو الناس هم اللي مزعلينك يعني، لا افصل، شد الفيشه، ولا هسمع بقى انتوا بتقولوا ايه، ولا هضايق نفسي اصلا، ولا هبص لكم اساسا. انر بيس، خش جوه نفسك، انا بس، انا بس، انت قاعد مع نفسي بس. الكارت ده كمان معناه الصلاه، التعبد، دي الحاجه، لغه الجسد بتاعه الكارت، انه انت هتوصل للسلام، الاساليب المساعده، انك يعني تبتدي تعمل صلوات وتدعي دعوات كتير جدا، تدعي. التامل كمان كويس جدا جدا، اني افصل شويه عن العالم الخارجي بتاعنا يا جماعه، افصل شويه عن الواقع، خلاص لا اعيش شويه في خيالي انا، انه انا روحت مكان تاني خالص وفي حته تانيه خالص. نفصل شويه من العالم المادي، وشويه نخش في حاله فيها روحانيات اكتر، وان انت تقابل نفسك، فعارفين الحته دي، تقابل نفسك، تمام؟ فدي التشالنج والتحديات اللي عند برج الجدي الشهر ده، انه يوصل لمرحله السلام. كله في ايدك، والحاجات اللي بتساعد زي ما قلنا، العبادات، الصلاه، الدعاء، الحاجات دي كلها، التامل، كل الحاجات دي بتساعد جدا ان شاء الله توصل لحاجه كويسه. طيب النتيجه بقى بعد كل القرف اللي انت معدي بيها برج الحمل الشهر ده، ايه اللي انا شايفاه في الاخر؟ طلع لي كارت ذا امبرس. الكارت ده اما امومه، تمام، المستنيين اطفال، مستنيين حمل، اوكي، والله اعلم، وممكن يكون اللخبطه دي كلها بسبب حاجه زي دي، نشك. جواز، انه طبعا احنا اتعودنا وجرى العرف ان قبل اي جواز لازم تحصل كم من مشاكل المهول ده، والصدمات الفظيعه دي بتحصل. او خلينا نقول انه اذا كان لدى ولدة، فالجدي بيوصل الحته اللي هو عايزها، لا هتوصل في الاخر ان انا، لا انا مبسوط، وبيرجع تاني في حاله عطاء وحب للنفس وحب للاخرين، والدنيا هتعدي بشكل عادي جدا. النصيحه اللي هنصحها لك، خرج اللي جواك الاول، خرج اللي جواك، طلع الحاجات اللي مزعلاك في اي صوره بقى، تعيط او تعيطي، ايا كان الشكل بتاعها عامل ازاي، كل واحد ليه طريقه ان هو بيخرج الطاقه السلبيه اللي جواه او الغضب اللي جواه. تنفسوا، اعملوا يوجا، الحاجات دي كلها، اهدوا شويه ونوصل للسلام الداخلي بتاعنا، ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه جدا. فنفسيا شايفه الجدي الشهر ده لا فعلا تعبان، من اكتر الابراج اللي قريناها النهارده، وفعلا بيعاني جامد جدا الشهر ده، بس شايف النتيجه في الاخر هتكون حلوه ومرضيه للجدي، ان شاء الله هيكون مبسوط، الحمد لله. طيب تعالوا نشوف ماديا وصحيا اخبار الجدي ايه. ماديا اولا، لا حلو قوي، الحاله الماديه عند الجدي ان شاء الله مستقره. لا هي خلينا نقول على اقل تقدير مستقره، لان ده كينج اوف بنتكلز، فالحاله الماديه عنده كويسه جدا جدا، ما شاء الله، حلو قوي. بالنسبه للصحه كمان كويسه جدا، الحمد لله، الصحه هايله ما شاء الله عند الجد. نشاطه كويس والدنيا عنده كويسه جدا، مع انه نفسيا مش فظيع، بس الحمد لله الصحه حلوه، الحمد لله، والحاله الماديه مستقره. اوكي، ألما بتسأل على السفر. بشكل كبير شايفة إنه إن شاء الله ممكن يحصل، يعني في هنا حاجات قطع مسافات سريعة، هنا إن شاء الله ممكن يحصل، وهنا في حالة رضا إنه بيحمد ربنا الحمد لله، وده اللي بتسعوا له إن شاء الله بإذن الله، والله أعلم طبعا يحصل. طيب نبتدي بقى القراية العاطفية. العافية يا أمين.
اوكي ليه العاطفية؟ برج الجدي. بصي حبيبي، الصحة طبعا انتي أضرب حاجة، بس ممكن تكون الحالة النفسية لو القراءة العامة منطبقة عليكي، الحالة النفسية مأثرة على حالتك الجسدية. يعني أنا من الناس اللي لما بزعل على طول بعاني، على طول بعاني من مشاكل يعني مباشرة في الصحة. فلو دي الكيس عندك، الموضوع كله لو حلتي نفسيا هتبقي تمام. فإنما لو الكيس غير كده وحبيبتي ربنا إن شاء الله يعافيكي، عندك مشاكل، اهتمي بالموضوع، اهتمي وخدي شوفي تابعي يعني. طيب معلش هنشفل الكروت تاني. جزء من الحالة العامة عند برج الجدي بسببها العاطفة، جزء بس مش كلها. يعني مش زي مثلا ما شفت عند القوس انه الحالة العاطفية جزء كبير جدا، يعني حوالي 90% من حالته العامة مأثرة على حالته العامة. بالنسبة للجدي في نسبة بس مش كبيرة زي القوس. القوس حالته عاملة ازاي؟ القوس شايفة ان هو عنده حتة، حاسس ان هو مسلوب الارادة قدام شريكه، تمام، انه شريكه هو اللي بيتحكم في مسار الامور، افرح ولا هزعل، هتضايق ولا هتبسط، كأنه هو اللي مسيطر على الأمور. وده بمزاج الجدي على فكرة، هو مش غصب عنه، هو مزاجه، هو لو عايز ما يبقاش فيه تأثير مش هيكون فيه تأثير، بس هو بمزاجه مستسلم تماما وسايب الموضوع في إيد الشريك، تمام. ثقة بقى، بيثق فيه جدا، هبل، مش احنا مش قادرين نعرف، لكن دي مش من الحاجات الكويسة اللي بشوفها في العلاقة، انه الشخص يكون هو اللي بيقرر للتاني هيبقى مبسوط ولا لا. لا معلش، مش ده خالص، مش صح خالص. يعني حتى لو في مشاكل، وانا شايفة ان الطاقة فيها مشاحنات، اهي الطاقة فيها مشاحنات، انه انا اتأثر بالشكل الفظيع ده بناء على رغبة شريك. لا، ده بني ادم زيه زيي، وهو ما عندوش الاوثوريتي والقوه ان هو يتحكم في حياتي والشكل العام ونفسيتي بالشكل ده. يعني حاول يا برج الجدي ما تخليش السيطره الكامله في ايد شريكك، تمام. شريك الجدي الناحيه التانيه انا شايفه ان اموره تمام التمام، يعني مفيش بعد كده، عنده دستور. يعني لو مشكلة عاطفية ما بين الجدي وشريكه، انت متبهدل خالص وهو تمام، هو مفيش حاجة خالص، لا فعلا هو مش بيمثل، لا هو فعلا تمام، هو مبسوط جدا والدنيا عنده تمام جدا، كويس. الجدي نفسه في ايه؟ لو حصل انفصال او بعد بشكل او باخر ما بين الجدي وشريكه، الجدي نفسه يرجع، نفسه يرجع ونفسه يصالح. يمكن يكون الجدي اخطا، يمكن، الله اعلم، عشان كده عايز يعتذر، او ممكن يكون ما اخطاش ولا حاجه، ودي اللي جايه لي، ان هو ما غلطش بس برضه عايز يعتذر. انت بتعتذر على ايه؟ لو انت ما غلطتش بتعتذر على ايه؟ فدي الطاقه بالظبط اللي جايه لي، ان هو عايز يرجع يعني، تمام. شريك الجدي نفسه في ايه؟ هو
يعني هو كمان نفسه فرصة ان الوضع يتصلح، يعني برضه هو مش سيء النية قوي، لا هو عايز فرصة ان الامور تتصلح وترجع تاني في الشكل الطبيعي بتاعه، عايز فرصة. يعني هو مش هيعمل ده من نفسه لوحده، لا هو لازم يبقى في عامل خارجي من بره فهي تيجي كده، قال يعني صدفة، فاهمين قصدي ازاي؟ فهو عايز فرصة. الجد يشاف شريكه ازاي؟ The High Priestess، انه حد اما انه في الهاي بريست بتضحي بحاجه من اتنين، في حاجه كانت مستخبيه واتعرفت، وحاجه مستخبيه دي مش لازم دماغنا تروح لبعيد الخيانه والحاجات دي كلها، لا ممكن تكون الحاجه دي طبع مثلا كان مستخبي عن الجدي، ما كانش يعرفه عن شيء، وعرف بان ظهر، فابتدى ان هو ايه في حاجه اتكشفت. فده الاكتر اللي انا شايفاه، انه في حاجه كانت مستخبيه او محجوبه عن الجدي وعرفها. تمام. طيب شريك الجدي شايفه ازاي؟ متحصر. انا اتضحك عليا ليكونش اتضحك عليا، ففي حاله حسره اللي هو لا انا ما كنتش هعمل حسابي على كده، او انا كنت متوقع احسن من كده، ففي حاله حسره شويه. حلو قوي، كويس ان انت شايف، يعني الحمد لله. طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ الطاقه طبعا زي ما قلنا فيها مشحنات، فيها جدال كتير قوي، جدال جدال جدال. الشهر ده اللي بيحصل في حاله ايه؟ ترقب، يعني بتراقبوا بعض، فلو انتوا حصل عندكم بعد فلسه مراقبين بعض، لو انتوا مع بعض كل واحد هيعمل ايه بقى؟ هي هتعمل ايه معايا دلوقتي؟ في حاله ترقب، بتراقبوا بعض كويس، وحذر شديد جدا، بتتعاملوا مع بعض بحذر كويس. حلو جدا. طيب ايه اللي بيحصل الشهر اللي بعده اللي هو شهر 6 والله اعلم؟ طبعا في حاله تخبط شويه، يعني شويه كويسين شويه مش كويسين، انتوا لسه مش فاهمين، يعني في حاله تخبط اللي انا شايفها اكتر حاله تخبط. شويه الامور كويسه جدا، شويه مش احسن حاجه، موضوع متقلب زي الموج طالع نازل، ففي عدم استقرار شويه الشهر اللي جاي، لكن الموضوع شايف على شهر 7 والله اعلم برضه طبعا بيتحسن، يعني خلاص بنبتدي بقى ايه نتعافى من الضربه اللي جت الشهر ده. والتعافي ده يا جماعه طبعا والله اعلم هيبان معانا اكتر وقت الشهر، قرايه الشهر، هل الجدي بيحسم الموضوع وخلاص انا هقفل الصفحه دي تماما واطلع الانسان ده من حياتي خالص، ولا بقفل الصفحه الوحشه ونبتدي صفحه جديده مع بعض وننسى الحاجات الوحشه؟ هيبان معانا اكتر ان شاء الله في شهر 7. ابقوا معنا. تمام، تعالوا نشوف كروت الحكمه هتنصحكم بايه يا برج الجدي. truth